سرایت دزیز درجة فيها انفكشياس الهجومي منها كذلك نفس الفقرات ولكن الموضوع مختلف جدا. موضوع الوقت عند ريت ليشن هو ديسكريشن اور كلر ريفلكتد ديزيز اسوشيتد وذ اورال ميكوزا. احنا كلنا نعرف الاورال ميكوزا لونها بينك كلر ريفلكتد فاسكولاريتيز. الديسكريشن راح يصير عندنا تشينجز هذا الكلر. فعندنا اكثر من كونديشنز راح يسبب لنا هذا الديسكريشن. اكثر من نوع عندنا واكثر من تايب او اكثر من كلر اسوشيتد وذ ديزيز. لكن راح نشمله بهذه المحاضره هي الوايت اند ريد. يعني عندنا براون عندنا يلو عندنا محاضره اخرى انا اخذ بيجمنتد عند الوايت اند ريد. الوايت اند ريد سيستم والبيجمنتد كله سيستم. الوايت اند ريد عندنا مالتيبل كونديشنز او مالتيبل تشينجز reflected white and red color. يعني ليش يصير white الميكوزا وليش يصير red بمفهوم الديزيز كله بغض النظر عن النوع من الديزيز ليش يعطيني هذا الوايت appearances. فعندنا مجموعة من الثيريز بالبداية نستعرضها بعدين ندخل بالديزيز ليش يظهر عندنا الوايت. الوايت appearances راح يعكس لك الكيراتينايزد او الدبريز او changes اللي تصير عندنا بالابيثيليا. طرقنا على موضوع الابيثيليا واكثر من مره قلنا عندنا اربع طبقات الابيثيليا والتشينجز بهاي الطبقات هو راح يعطيك هذا اللون الوايت. بس مرات الوايت فينت مرات الوايت وايت مرات اوبيك بغض النظر عن التدرجات انه هو عندنا وايت اريا. سيكونسز هذا مالت الوايت يرتبط بمجموعه من التشينجز. اول تشينجز اللي تصير عندنا بالابيثيليا هي طبقه الكيراتين. احنا نعرف ان الميكوزا مالتنا بيها كيراتينايز ونن كيراتينايز. اذا كان عندنا كيراتينايز اريا فالديسكريشن يجي من تو لاينز. الاول زياده بالكيراتين سكريشن يعني هذا وقت الكيراتين يصير اب نورمال ثيكنينج. هسه ليش اب نورمال؟ قلنا راح نطرق بالديزيز نشوف ليش اب نورمال. هذا السبب الاول. السبب الثاني زياده بالابيثيليال لايرز. هذا الابيثيليال لايرز المكان معناته نفرض بال الابيثيليوم لير الوحدة ألف تصير 4000 تصير 100000. وهذا الثيكنس شو راح يعطيك؟ ماسكينج للأندر لاينز اوف الميكوزا لايرز أو كلرز فيعطينا وايت أبيرنسز. بعد زيادة بالكورنيوم طبقة الكورنيوم الأخيرة يعطيك تشينجز أو يعكس لك اللون الأبيض بعد ما تشوف لون البزلز الموجود جوا. وهذه الصورة توضح لك. هذه أول نقطة زيادة يصير عندنا abnormality بالسيلز برودكشن. المفروض السيل تنتهي لهنا عندنا هذه لير جديدة ظهرت راح تعطيك هذا الكلام. بعد هذا بالنسبة لـ 3 types أو كيراتين قلنا. طبعا هسه مرة تكون الزيادة هنا مرة تكون هنا نفس الشيء ما راح يفرق. يعني زيادة بالكورنيا بالسباينوزم بالدانيلوزم هو راح يعكس لي وايت اريا. السبب الرابع ابيثيليال اوديما اللي هو اكيوميليشن اوف ذا فلويد بتوين ذا سيلز. وتطرقنا لموضوع الاوديما يمكن تتذكروه بالاي ام قلنا صار فلوتنج بالبيمبيكاس يصير عندنا كانثولايسز فيصير عندي اكيوميليشن اوف فلويد بتوين ذا سيلز. هذا الفلويد راح يزيد الثكنس مالت الابيثيليال. كذلك هم يسوي لي ماسكينج للفاسكولار اندوثيليا سيستم او البين كلر اندر ابيثيليوم. بعد بالاضافه الى انه عندي زياده الكيراتينايزيشن ديسكيراتوسيس تشينجز بالحجم مالت الخليه تشينجز بشكلها مو بس بحجم بس بعددها. زياده الحجم هم كذلك راح يزيد لي الثكنس كانه مبين بولجنج سوالنج. هذا كذلك من اسباب الوايت اريا. هذا الابنورمال كيراتين يعطيني هاي الوايت اريا اللي بثينا ثكنس ثابت بس الكيراتين لاير ثيك. هذا اللي اوديما هذه اللون الابيض هي النورمال سيلز والجوزي هذه فلويد انسايد ذا سيل او بتوين ذا سيلز فتسوي لي ماسكينج تعطيني بثينا ثكنس اكثر. النقطه الاخيره سبب بثينا فايبروسيس. شنو هو سبب الفايبروسيس؟ احنا قلنا النورمال كلرز
of epithelium يعكس لك الفازلز اريا او الفاسكولار اريا بالسبب ميكوزا. اذا صار عندي اتروفي بالفازلز اللي جوا هم كذلك راح يصير عندي ديكريز بالريد ريفلكشن اريا. فبالفايبروسس شو يصير؟ زياده بالكولاجين برودكشن يسوي لي ماسكينج للبلاد فازلز فيصير عندي وايت اريا. هذه كلها الباثوفيزيولوجي ميكانيزم ليش يظهر عندي وايت اريا. استمر الكيراتينات ديوتو فيرال ديوتو بكتيريال ديوتو فانجل انفكشن مرة ديوتو اوتو اميون. هذا الميكانيزمز صورة عامة ليش يعكس لي هذا الوايت اريا. هذه الوايت اريا النقطة السابعة المرض تكون مو واحدة من ذني اصلا ما لها علاقة بالابيثيليوم نورمال ابيثيليوم نورمال سبب ميكوزا ننتجي ديبريز بقايا خلايا او بقايا انفكشن مثل فانجل انفكشن موضوعنا مالت اليوم كانديدا انفكشن. كانديدا هي عبارة عن باراسايت فانجل انفكشن هي هي في هذا فوق الميكوزا تعطيني الوايت اريا. هذه هي الهيفا الابيثيال لايرز نورمال لكن هذه هي ديبريز راح تعكس لي هذا اللون. البينك ابييرنسز هذا هسه بالنسبه للوايت ميكانيزم هذا نحكي از جنرال ما راح ندخل كل ديزيز نعطيك السبيسيفيك تايب مالت ليش انا وايت بس از جنرال هذا الميكانيزم. فانتبه دائما على السؤال انه اطلب منك سبيسيفيك لو اطلب منك جنرال مرات اربطهم يعني يا تايب بالاوتوميون يا تايب بالفنجل انفكشن ايش يصير عندي. كل ميكانيزم راح تظهر بديزيز معين. كذلك الريد اريا مثل ما اكو وايت اكو ريد ليجن. هذا الليجن ظهر اللون ابيض بس عكسه يظهر اللون احمر. هسه اللون الاحمر هو طبيعي اصلا بس مو دائما طبيعي. قلنا النورمال جنجبه بينك وليس ريد. اذا صارت حمراء كلش يعني كونجستد يعني ديزيز. البينك هي النورمال جنجبه اللي هي قلنا يعكس لنا لون البزلز. لكن اذا ظهرت ريد شنو سبب هذا الريد نسبيا؟ اما السبب الاول هو ديستركشن او اتروفي بالابيثيليوم. عدد الابيثيليوم لير يقل مثل ما زاد وصار وايت قل صار ريد. عكس لي لون البلد بزلز الموجوده وطان ريدنس اعلى. ومره لوس ابيثيليوم لوس مثل الالسريشن هم يظهر ريد. ديستركتيف بالابيثيليوم ليرز كلها. هسه ممكن يكون مالتيبل ثيكنس ممكن يكون فول ثيكنس بس هو صار عندي نقص. ومره لا انكريز بزلز باسكولاريزيشن مثل ما انفلاميشن. بالانفلاميشن شو يصير عندي؟ انكريز بلد بزلز دايليشن بلد بزلز. فهم راح يعكس لي اللون الاحمر. هذا بالنقطتين الثالثه والرابعه والخامسه ريديوس ابيثيال كيراتينايزيشن. هاي نقطه جديده اضافوها هسه. لاحظوا حتى اذا طلعت الكيراتين قلت يعني ابيثيال لير نورمال لكن الكيراتيناز اريا قلت هذا وقت الكيراتين برودكشن شو يصير بيها؟ رينول عاده. هنعرف الابيثيال كله مو ثابت مو تمام لو ثابت رينول يصير بيه يتبدل. فكل سيكوميشن يرجع من جديد. فتشوف فترات انه تعطيك الجنجبه لونها كونجستد ريد مرات يرجع بينك. هذا هو رينول مال كيراتين. انت عمره يجي واحد جديد فالطبقه شو يصير؟ يصير بيها ثيننج. هذا الاسباب هي اسباب ريد واي ريد ليجن ابيرنت دورا ميكوزا ليه يظهر عندك. هذا الميكانيزم. هذا هنا الاتروفي اللي تبدي طبقات الابيثيال تقل تصغر في الخلايا يظهر عندي ريد ليجن. هذا هنا لوس ريدنس سواء كان اروجن سواء كان اوسريشن. هذا بالنسبه للميكانيزم جنرالايز ميكانيزم اللي تخص كل هاي الديزيز راح نسولفها. تبلش من الانفكشن لحد نوصل لاوتوميون. عندنا وايد ديزيز راح تظهر عندنا وايد اند ريد ليجن. اول واحد راح نبلش اوسطهم اللي هو الفانجل انفكشن اللي انا اجلته من الالسرتيف حطيته ويا الريد اند وايت ليجن لان هو يعني عاده يعطيني وايت وريد اكثر وما يعطيني الالسريشن. نوع واحد فقط اسوشيتد ويا الالسرتيف ديزيزز والبقيه كلها اما وايت اما بلاك اما ريد. فانجل انفكشن موست كومن انفكشن اورال كافيتي. ليش؟ لان هو من الكومنسيال فلورا الموجوده بالاورال كافيتي حاله حال اي مايكرو اورجانيزمز. فلذلك نسبة الانفكشن هنا تكون عالية بما انه هو نورمال مايكرو فلورا. فننتظر فقط بالسبوزل فاكتور او اميون فاكتور او جينيتك فاكتور ممكن يسوي لي ديكريز بالاميونيتي يحولها من كومنسيال الى
باثولوجيك. لكن هذا الانفكشن راح يكون ويك، وصل راح نشوف حتى التريتمنت مو كل انواع بس اغلبها راح يكون ويك. عاده بالورال كافيتي عندنا مرتبط تايب او فنجل انفكشن، الموست كومن تايب هو كانديدا، كانديدا البيكنس. هذه المقوله تنطبق دائما على السايت وعلى التايب مالت البيشنت الموجود. يقول الفنجل انفكشن بالورال كافيتي يصيب الفيري يونغ، فيري اولد، فيري دراي، فيري سيك. لو كلش مريض عنده سيستميك ديزيز وراح اسوي ديكريز بالميون سيستم يطلع لي عندي فنجل انفكشن، يا اما فيري دراينس لوس اوف سلايفا او ديكريز اوف سلايفا، اور فيري اولد ايجينج بروسيس تقلل السلايفا تقلل الميون سيستم، او فيري يونغ اللي هو التشايلد. هسه راح تشوفون اكو نوع من الفنجل انفكشن اسمه ثراش سينيوم برينس كانديدياسيس افكتد يونيتال. شو يعني يونيتال؟ هذا اللي يجي من بطن امه يطلع عنده فنجل انفكشن. زين هو منين اجى؟ هو استوى دليفرد. بريدسبوزنج فاكتور، هل هذا الفنجل انفكشن هي واحده باثولوجيك؟ لا، لازم عندك فاكتورز افكتد على ستيتس مالت الاميون سيستم او افكتد على اورال كافيتي. خلينا نقول لوكالايزد اريا، بحيث تخلي هاي تحول من كومنسيال الى باثولوجيك. شنو هي بريدسبوزنج فاكتور؟ عندنا لوكال وعندنا جنرال. لوكال فاكتور دنتروير سموكينج ستيرويد توبيكال ستيرويد انهيليشن هايبركيناتوسيس كواليتي اوف سلايفا اتوبيك كونستريشن امبلس اوف اورال مايكروفلورا. هذه كلها لوكال فاكتورز تحول لي الاورال كافيتي فيلد من ستاتيك ديفنس الى باثولوجيك او سيستميك اميون سبريسيف دراج او اميون سبريسيف ديزيز كيموثيرابي اندوكراين هيماتولوجيك سيستميك انتيبايتيك. بس راح نشوف عندنا نوع من انواع فنجل انفكشن اسمه كرونيك هايبربلاستيك كانديدياسيس، هذا اسوشيتد وذ سيستميك ديزيزز. هذا النوع الوحيد اللي راح يكون عنيد مو بسهولة يروح الا يتطلب سيستميك تريتمنت. هايبرسبوزنج فاكتور تحول الكومنسيال هاي الى باثولوجيك وتخليها تهاجم الاورال ميكوزا. برسبوزنج فاكتور اسوشيتد وذ اكسترا اورال، احنا عندنا اورال وعندنا اكسترا اورال. فنجل انفكشن موجود بكل مكان، بالسكن، بالاي، بالجنتال اريا، كل مكان عندنا كسرة اورال يشمل ويا الاورال. ذا نيتشر راحن ريسبوزنج فاكتور فور اورال ليج. لكن عندنا انواع مثل هذا الفاميليا كرونيك ميكوتينوس كانديدياسيس، هذا اسوشيتد وذ اندوكراين. اندوكراين سيستم راح يسبب لي كانديدياسيس بالسكن وبالاورال كافيتي او جنتال اورال كافيتي او اي اورال كافيتي. ذني تصنيف ثاني بالاضافه لذاك التصنيف يسموه كسترا اورال وكو اورال. ايتيولوجي اند باثوجينيسيس، قلنا الالبكانس هي الموست كومن تايب الموجود عندنا الاورال كافيتي، اكو غيرها دكتور اكو غيرها بس الموست كومن تقريبا تمثل اكثر من 80% 90% من الكانديدا الموجوده الاورال كافيتي هي كانديدا البكانس. بها انواع، هاي انواع تروبيكالس كالاباترا وغيرها وغيرها، يعني بها سبيشيز الاسم الكامل لها البكانس الفاميلي وعندها جهال هواي راح ينتشرون. كل واحد له مكان ولا تايب. الاتيوباثولوجيز او الاتيولوجيز شلون هاي الفنجل انفكشن تتحول من كومنسيال وتهاجم تسوي انفيدنج للمايكرو اورجانيزم. لازم عندنا شغلتين، عندنا اتاتشمنت ادهيرنس تقدر تلتصق بالميكوزا وعندها انترانس، وبعد اكو نقطه ثالثه اضافوها اللي هي الريمين. شلون يعني؟ لازم اول شيء تلتصق حال حال كيريز، اذا ما صار اتاتشمنت وين الميكوزا ما تقدر تدخل. يعني اذا عندنا سلايفا هو شيء مستمر ما راح تقدر تسوي اتاتشمنت. فلذلك نحتاج لازم زيرو ستوميا، ماكو سلايف وماكو واشنج. هاي اول نقطه اللي هي انفيدنج اسوشيتد وذ ادهيجن. بعد ورا ما دخل تشلبت ايش تحتاج؟ تحتاج بنتريشن. شلون تصير البنتريشن؟ لازم تسوي دستركشن بالابيثيال وول. لازم ايش عندها؟ عندها انزيمز اللي هو اللايبيز والبروتينيز حتى تحلل البروتين الموجود بين الخلايا وسوي ديستركشن للسير وور، تدخل داخل السير وور، تدخل داخل الابيثيليوم. هذا البنتريشن. هذا كافي؟ لا، هي راح تبقى داخل الابيثيليوم بس وحده من الفيتشر مالتنا مال الابيثيليوم ديفنس رينول تبدل، فممكن تبقى شغال 5 أيام 6 تتبدل الخليه تطلع وياها. فلازم عندنا القدره انه رينين تبقى داخل الابيثيليوم اتاتشمنت. فشو تسوي؟ انفيدنج وين؟ الاندرلاين ابيثيليوم، يعني مو بس تبقى بالكورنيوم، تهاجم حتى الاندرلاين. حتى ايش قد ما يصير رين وول هي باقيه، وايش قد ما تكون خلايا جديده تهاجم. هذا الباثوجينيسيس مالتها شلون تصير اذا ماكو اي وحده من ذني
يعني اذا تيجي المنع خلاص راح بعد ما يصير عندنا انفكشن. واذا ما قدرت تبقى داخل الخليه كذلك راح تنتهي، صرف فتره وينتهي. لذلك هو راح تشوفون انه يقول لك هذا دكتور صار عندي وايت ليجن واختفت ورجع لي يسر رينول، مجرد ما صار عندنا سيكوميشن بالابيثيليوم اختفت الطبقه السوبرفيشيا ظهرت طبقه جديده سوت انفيدنج. فهذه الفتره بين اللوس مال الطبقه السوبرفيشيا وظهورها بالطبقه الجديده تحتاج تايم. اول نوع راح نسولف عليه الافراش اللي هو اكيوت سينومبرينس كانديازيس. طبعا الكلاسيفيكيشن حطيت لكم اياه بالمحاضره، كلاسيفيكيشن يعني قبل يسووه حسب مالتيبل ستيبس. بالطبعه الجديده مال الكتاب شايلين كل كلاسيفيكيشن حاطين فقط واحد اللي هو اكيوت وكرونيك اللي تظهر راسا وتظهر بعد فتره. عندنا انواع صراحه نشوفها اكيوت وعندنا انواع كرونيك محتاجه لها تايم. هذا النوع اكيوت سيدومبرينس كانديازيس اسمه شاع فراش اللي هو كمان تايم. Thrush disease recognized in the infant and hypocritic and affected adult. يصير مثل ما قلنا من أول سلايد، يصير باليانج ويصير بالفيري أولد. أكثر شيء راح تشوفوه أعمار 10 وجول وأعمارهم 45 فوق. Predisposing factor اللي تظهر هذا الديزيز أما immune deficiency سواء كان the disease أو medication. Anemia, suppression of normal flora, xerostomy. ده اللي تحتاجه حتى يظهر هذا condition. Why neonatal patient come to delivered with white coated tongue. هذا النوع مالته هو هذا الشكل اللي يظهر عندنا على التانك واكثركم جو شايفين. هذا النيوتر اللي عمره يومين او ثلاثه يجي هو اصلا with thrush. ليش؟ هنعرف انه النيوتر هو كان immunized داخل بالانتروترين لايف داخل بطن الام. منين جت الفانجر انفكشن؟ منين جت نادر؟ يعني قفوا في المستشفى مثلا؟ جابوا بالبيت شلون؟ Second most common fungal infection site بعد الأورال كافيتي هو الجينيتال اريا. وراح ياخذها من أمك. Genital fungal infection highly disease associated with the pregnancy due to hormonal changes. فأثناء الدليفري ياخذها اصلا الفنجل انفكشن من امه. ثانيا الاميون سيستم بعد الدليفري كان داخل بطن الام ياخذها من بطن الام. الانتي بوديز كلها من امه. بعد الدليفري يعتمد على السبيسيفيك او البيرسونال اميون سيستم اللي هو انكمبليت ما كامل. فما راح يقدر يقضي على هذا الانفكشن الا بعد فتره. فهو راح يشوف عمرهم يومين ثلاثه اربعه يشوف لك اياهم عندهم ثراش ويريدون تريتمنت. طبيعي. لان الميون سيستم بعد انكمبليت. فهذا السببين ان جواب السؤال الاول ليش النيوتر هو ويا ثرش او ويا فنجل انفكشن. الادلت احنا عرفنا وطرحنا الاسباب اللي موجوده قبل كانت سابقا شفناها اللي يصير بالادلت. لكن اذا ادلت وذاوت امبيرنتد كوز يعني ما عنده اي وحده من ذن عددناها يجي كمان وذ اتش اي بي ديزيز اوتوميون ديزيز عفوا فايرال ديزيز يسوي ديكريز بالميون سيستم. فاذا ما تلقى عند واي كمان دول الاندايجنوز بالبدايه يصير عندهم سيفير فنجل انفكشن ديسيمينيتد تانك والبكره ميكوزا والبلد حتى الفرنجيال اريا حتى الجي اي تي مان اللي ما يعرفون نفسهم. كلينيكالي شلون راح اشوفهم؟ سوفت فرايبل كريمي كلر بلاك اون ذا اورال سايد مثل القطن مرات يصير او كريمي with thickness associated with epithelium can be easily whipped off to exposed erythematous area. اول اصابه راح تصير عندك اول ما يهاجم هذا الفنجر انفكشن للميكوزا يسوي انفلاميشن فيصير عندي erythematous spaces بعدين يصير عندي وايت اريا راح تغطي التانك او تغطي البكره ميكوزا او تغطي البلت بس اوت اوفر ذا سايد كل مكان ممكن نشوفه. شنو مواصفاتها او شلون اعتمد على الدايجنوسيس؟ هذا قلنا سوفت فرايبل وويك انفكشن فبسهوله يصير ويبت اوف. تجيب سباتشولا او تانك دبرسر وتسوي شيبنج للتانك كل هاي الوايت اريا تروح. هو مو هاي اللي اتاتش للابيثيليوم هو لوزلي اتاتش للابيثيليوم. شو يصير عندي؟ ارثميتس اريا
هاي تروح ثلاثمية صغيرة يطلعك بس الأرثمية. وهذه من ضمن الدياجنوستيك ميثود نستخدمها بالثراش. نسوي له ويب أو ويب أوف. نعتبرها كدياجنوستيك بالإضافة للابراتوري انفستيجيشن. هذه الحالة وين تصير؟ كل أنواع لا بس بالثراش. مو كل أنواع تصير وياها. يعني نسوي له ويب أوف تسحب المكان مو كلهن راح يروح عليك. اللون الأبيض ويظهر عندي أرثمية صغيرة بالثراش كمان. Infected typically present هذا اللون الأبيض شنو هو؟ مو راح نرجع ساعة الميكانيزم. منين جاء هذا اللون الأبيض؟ هذا لا زيادة بالكيراتين ولا زيادة بالإبيثيليال لاير ولا decrease من vessels. هذا عبارة عن collection of fungal infection, desquamation epithelium and bacterial infection. بقايا البكتيريا بقايا السير اللي هي رينوول ويا الفنجر انفكشن من طيب هذا الثيكنس. لذلك هو ويكلي اتاش ما يرطش سهولة واخرات. ممكن بالبلت ممكن بالفرنجيال اريا ديسيمينيتد بسهولة ينتشر. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو الموست كومن تايب. النوع الثاني كرونيك هايبربلاستيك. طبعا ملاحظة احنا الأول سميناه أكيوت سيدومبرينس كانيدياسيس. بي نفس النوع بي كرونيك. شلون؟ نفس البيشنت يجيك ورا شهر يرجع مرة نقول لك دكتور نفسه ما لاحظ نفس البيشنت طلعت تريتمنت اختفى ورجع. هذا صار كرونيك تايب بس هاي رير من النوادر انه نشوفه. هذا النوع الثاني كرونيك هايبر بلاستيك كانديازيس مختلف عن النوع الاول تماما. نفس اللون هم ابيض راح يظهر عندي بس هذا كرونيك يحتاج لتايم يلا يظهر. بعد شنو المواصفات؟ هايلي اتاتش يسوي انفيزيف هذا يدخل داخل الابيثيليوم. فالويبينج بروسيس نانا نيجاتيف منتزم التانج مالته تسوي له شيف ميرور واذا لحيت عليه ايش يصير؟ bleeding. كرونيك هايبربلاستيك يجي على بلاك تايب. شنو قصدنا بلاك تايب؟ هذا يسموه بلاك اذا وايد اريا كلها بيضة سموها بلاك. هذا البلاك تايب typically affected نفس الكلينيكال برزنتيشن مال ليكوبليكين. بس راح ناخذ موضوع ثاني اسمه ليكوبليكين اللي هو بري مالجنت ديزيز. هم يجي بلاك تايب ونفس المكان هم على dorsum of the tongue. لكن فرق هذا فنجر ذاك بري مالجنت ميتا بلاي صاير بالسيرس يتحول الى كانسر بعدين بس نفس الشكل. لذلك انا خليتها هاي حمراء حتى تخلوها ببالكم ونكنك من نجي على موضوع الليكوبليك. All astrologic feature penetration مال كندا الهيفي through epithelium appear in this type. نفس الميكانيزم شرحناها بالبنتريشن راح يصير عندنا هنا. شلون شكله يجيني هذا الشكل؟ هذا بالبكرة ميكوزي white area black affected diffuse type من السوي له whooping ما يروح وذا لحد عليه صار bleeding. هذا النوع ثاني بس هذا simple او small area affected. الليكوبليكين يجي نفس الشكل بس الفرق unknown cause بيجي فجأة تظهر واحد منهم. هسه ممكن اكون predisposed factor smoking غيرها ممكن بس ما اقدر احددها. يعني البيشنت راسا يقول لك فجاه ظهر الدكتور او صار لي فتره اسبوعين ثلاثه بس ما عندي اي فاكتورز ممكن تظهر عليه. نال فنجل موجود راح تشوف له الركابتي يا اما يتحرك عليه اللوكال فاكتور اللي عددناه يا اما سيستميك فاكتور. فالكوز موجود بسهوله تشوف ليوكوبليكي انو. هذه نودولار تايب اللي هي تعتبر اجريسيف ديزيز ديجيتال بلاك. هذه نودولز طالعه بلي برا كلهن نفس التريتمنت بس المهم نعرف النوع حتى تميز. بالهيستولوجي اذا سويت لها سمير او اخذت بايوبسي دزيته يطلع لك هذا التشو وهاي الهيفي مالت الفنجر. هي عاده المفروض مصر هنا تصير فوق شرحناها بالميكانيزم. فنجرز سوبرفيشال نان انفيزف. فهذه حتى لو صارت رينوول
هاي الطبقة راحت يبقى جوه تمتد، لذلك تشوفها فترة تخفت ترجع مرة ثانية تظهر، يخفت اللون مالتها ويرجع مرة ثانية يظهر. طبعا يجي مايل تو مودريت ديسبلاي ازوجيتي وذ ستايل كيسات رير اللي هو بالكتاب يقول هي 1% انه ممكن هذا النوع او هذا كان الانفكشن ديسبوزنج تو ذا كانسر والاورال كانسروما. ليش؟ لاحظوا بهذه 2% اللي هي يمكن تتجاوز 4-5 كيسات انه هذا الفنجل انفكشن مو انفيزف دخل داخل الابيثيليوم يسوي اندكشن ياثر على الدي ان اي مالته ويسوي بها ميتابليشن. فلاحظوا انه اكو نسبه صح هي رير بالمالجنسيس بس موجوده 1-2% ممكن هاي الفنجل انفكشن كوز اوف سكويموس سيل كارسينوما. هذا سواء كان مايلد او مودريت ديسبليجيا مرات نسميه ديسبليجيا. تعرفون شنو الفرق بين ديسبليجيا كارسينوما كارسينوما سايتر؟ تعرفون الديسبليجيا هي بري مالجنت بعد ما صار مالجنسيس اكو تشينجز بشكل الخليه بالكروماتين بالنيوكلياس بالاوتلاين بس ما نتحول الى مالجنت. المالجنت بها فيتشرز اللي هي ابنورمال كروماتين عندها كروماتينات مختلف وابنورمال نيوكلياس واندفاين او الديفاين سيلز باوندريز هذاك المالجنسي. البري مالجنت هم بي تسميات بي ميتابليجيا اللي هو الايرلي استوها بها تحويلات يعني مو كلها ابنورمال بس السيل وول ابنورمال او بس النيوكلياس ابنورمال وبي ديسبليجيا اللي هي الادفانس اخر طبقه او اخر ستيبس لتتحول الى كارسينوما. وبيه كارسينوما انسايتو انه لقوا مثلا الابيثيليال كله بي فقط وان ثيكنس متحول الى كارسينوما البقيه نورمال وبي كارسينوما اللي هو فول ثيكنس كله يصير الابيثيليال كارسينوما. فهذا ممكن هايبوثايز يعني حتى هي لحد الان نظريه ما ثبتوها لان النسبه جدا ضعيفه انه ممكن يتحول الى كانسر. التايب الثالث اللي هو ثرميتس كانديياسيس بس صار عندنا نوعين بيض وصراحة نشوف نوعين حمر أو أكثر من نوعين. الريثميتس يعني عندنا لوز بالإبيثيليوم مثل ما صار عندي لايت أو وايت إيرين راح يصير عندي لوز نفسه هذه الإبيثيليال أو عفوا الفنجل انفكشن شو تسوي لي ديستركشن السوبرفيشال إيري أو سوبرفيشال لير مالت الإبيثيليوم. The mucosal macules affected the oral cavity. High erythematous, just not relief or reflected atrophy. يعني الميكانيزم مالتها هي loose of epithelial thickness. هسه مرات اللوز كل ال thickness بس الكيراتينايزد مختلف حسب السيفيريتي حسب التايب مالت البيشن affected. وين اشوفها؟ hard pellet, dorsum of the tongue and soft pellet. Then the most common site. Other causes أو causes affected على this type شو نتوقع؟ هذا يعني انتظار. أول نوع هو associated with antibiotic اللي يجد الطول بدون وجع قلب severe أو heavy accumulation of antibiotic خاصة the broad spectrum يعني سيفالوسبورين وصعود. من تنطي أنت antibiotic شو يصير هذا decrease بالimmune status بالoral cavity. واي بحث مسويها أنه يعطون antibiotic ويشوفون الاميون سيستم لورال كافيتي. احنا نعرف اكو اميون سيستم اذا درسيها بالفيزيولوجي اللي هي من الجلوبيولين اللي بيها سلابة كونتنت بيها انزيمات بيها انفلاماتوري سيلز. لاحظوا انه هذا الانتيبايتك اللي ياخذوه اورالي او انجكشن يسوي ديكريز بالاميون سيستم داخل اورال كافيتي. فمن الموست كومن كوز اسوشيتد وذ ذيس تايب هو انتيبايتك يوزز. بعد اذر ذان انتيبايتك انيميا زيروستوميا كورتيكوستيرويد كل هذني اسباب لو تشوف ان انت اسباب الديجريس بالميون سيستم حتى يظهر عندي هذا الديزيز او هذا التايب مالت الكونديشنز لازم عندي اني اتحول من الفلورا كومنسيال فلورا الى باثولوجيك وهذا يتطلب شيفتنج بالميون سيستم من هايلي الى ديكريس. ليجن اسوشيتد وذ ديفيوزد بوردر اند ريثميتس اري يشبه اريثرولوكوبليكي. الاثراش قلنا يشبه الليوكوبليكيا عفوا الكورون كابر بلاستيك. هذا النوع يشبه نوع ثاني من الليجن اسمه الليوكوبليكيا. طبعا انا ما خليت صورتي حتى لا تدوخون بس خليت التسميه حتى نرجع نتذكرها من ناخذ محاضره الليوكوبليكيا. الليوكوبليكيا هي عباره عن ميكس ليجن يجي احمر وابيض
ابيض كليته ومنقب احمر. هذا بريمنت ليجن هكذا لك انون كوز يتحول الى مالجنسي فيما بعد. هذا النوع من الليجن يشبه الارثميتس كانديازيس. لكن شنو الفرق؟ الارثميتس كانديازيس مالته ديفيوز بوردر يعني ما له حدود. ما تشوف الحد الاحمر مثل الارسريشن كان بي بوردر، هنا ماكو بوردر ديفيوز. بالارث الكوبليكي اكو بوردر شاربي ديماركيتد. هذا الارثميتس. هاي افكتد التانك طبعا. هنا اكو بلت وهنا اكو تانك. اغلب الاحيان اذا كان عندكم السايت مالت الارثميتس كانديازيس البوستيرور بارت صوتكم بنات. الارثميتس بارت بالبوستيرور بارت مال التانك يعني بالبوستيرور ثيرد راح تلقى عندك بلت وتلقى تانك يسموه كيسنج ارثميتس كانديازيس. ليش؟ لان اغلب الاحيان البوستيرور بارت مال التانك يصير تاتش للسوفت بلت او الهارد بلت. فهنا مو مكان الموصولات. لا نفس الفانجر انفكشن الموجوده بالتانك اللي هو الموست كومن سايت انتقلت للبلت. ميديا رومبوليكوسايتس سكند ارثميتس تايب. هذه هم حمراء لكن شوي شكلها مختلف. الريجولار لوبيوليتد ميديا رامبويد بما انه اسمها ميديان يعني لون شكلها اوفويد. سموها ميديان لانه صايره بالمنتصف منتصف التانك. رامبويد مثلثة او مربعا هم راح تكون عباره عن ثبيتس اريا. بس شنو هنا المشكله؟ اتروفي او فيليفون بابلي. فيليفون بابلي كلها مفقوده وصار لوبيوليتد وبعد اونفليمد منفوخه. اتيولوجي لاحظوا ان هذا الليجن بروسك فاكتور وذ سموكر دنتر ويرر انهيليشن ستيرويد. دول هم الموست كمان تايبس او الفيلد مالتنا اللي ممكن تدور بيه. شلون شكلها هذا؟ قبل يعني هاي طبعا يمكن بالمال التسعينات مال هذا الكتاب كان اكو حافظ سببي لكن هسه خلص ثبتت 100%. قبل كان يقول هذا مال فورميشن تيست باد مال فورميشن. ليش؟ اخذوا بايوبسي من عندن وسووا الاكزامينيشن لقوا مو كل الحالات بيها فانجل بوزيتيف اكو نيجاتيف. والموجود الحال نفسه هم لوبيليتد هم ارثميتس هم اليفيتد. فداخل وين شنو المشكله يعني؟ ليش يظهر؟ هو نيجاتيف. فقبل كانوا حاطين سيف انه تيست باد مال فورميشن بالنص نص التانك. نعم هسه شالوا الكوز اجمعوا 85% من الكيسات لقوا بوزيتيف فانجل انفكشن اما سوبرفيشال اما انفيزيف. ليش هالكيسات اللي قبل كانت بيها ما بيها رينوم يتجدد الابيثيليوم مالتنا؟ فممكن اثناء الفحص اللي فحصوها هي ماكو اصلا نيجاتيف. اجمعوا هسه كل الكيسات اللي بيها ميديا رومبوليكوسايتس بوزيتيف فانجل انفكشن. الميديا رومبوليكوسايتس اسيمبتوماتيك مانجمنت مالتها فقط ريستركتد للبريسبوزيت فاكتور. شنو الكوز مالتها؟ راح تبدا تقلل او تمنعها حتى يصير بها ريزولت. اكو ريزولت انا ما شفت كيس ريزولت راحت. ليش؟ صار مال فورميشن اصلا بالتيست باد يعني تيست باد كبران خوف بس ما تروح 100%. دنتر استوماتايتس هذا النوع الثالث واللي كمان اتصور اكثركم شايفين اللي مشتغل بروستاتيك صاير عنده ويا الدنتر خاصة مرحلة الطلاب يصير شوية انت الفتنس مختلف. دنتر استوماتايتس هنا فانجل انفكشن ديو تو دنتر بيرنج. اغلب الاحيان يصير وين ابر سايد طبعا وين الاكريليك وين كروم كوبالت. بي ثلاث انواع صنفوه تايب 1 تايب 2. تايب 1 ارثميتس فقط بس منطقه حمراء تشوف البلد احمر. تايب 2 يسموه دنتشر كفر تشوف بس المنطقه اللي فيها دنتشر اري حمراء. تايب 3 جرانولر يصير سكارنج بعد ما يروح. هذا تايب 1 يجي هنا ارثميتس بعدين يصير حمار فقط منطقه البارشيال. تايب 2 اللي هو ميكسد بين جرانولر وبين ارثميتس. تايب 3 هذا جرانولر اريا يصير كله جرانيوز بابيوز اكستنشن كلها ارثميتس اريا.
ايش يصير هنا؟ شو الميكانيزم؟ هذا صار اسوشيتد وذ ويل فيت الدنجر. شو يعني ويل فيت الدنجر؟ الدنجر اللي قاعد كلش ماكو سبيس حتى تعبر السلايف داخله. فايش راح يصير عندي؟ دراينس بالبلت. والموست كومن كوز اوف فانجل انفكشن ودراينس. فراح تتجمع هذه، خوش مكان تلقى له، وانا كنت مكان مفصول لا يوصل سلايف ولا توصل اميونيتي. فاكيوميليتد وين؟ ظهر الدنجر. خو اذا كان الدنجر شوي شار هذا احسن مكان عليه تتجمع فيه. وبعد شنو ياها؟ ديسكوميشن مال الابيثيليوم، هذا الابيثيليوم اللي بالمال بلت هم يصير بيرين وول ويبقى بمكانه يقوم تتغذى عليه. فافضل مكان للربشن مالتها هو البلت بالولفه الدنجر. راح يبدا ارثميتس حسب الديوريشن. كل ما قدم الدنجر راح تشوف الادفانس ستيج، كل ما ايرلي بالايرلي ستيجز. طبعا كل ما كان السيمبتومز مالتها سمبل تريتمنت ابسط. هذا بالجرانيولا تحتاج الى سيرجري، نسوي ريكونستراكشن للبلت كليته. مايكرو فلورا كومبلكسز اسوشيتد وذ ذيس تايب لقوها بالدنجر ويرنج اريا، مو فقط فنجر حتى بكتيريا اكو ميكسد انفكشن بكتيريا وفنجر. بس عند الكل مو عند الكل، زين صارت عندي شلون اعرف هذا ميكسد بس فنجر بس بكتيريا؟ شو اسوي بالحاله؟ اذا صار بكتيريا محتاج دول تريتمنت، انتي فنجر انتي بكتيريا. وده بس فنجر ما يحتاج، فشلون راح اعرف انه هذا بكتيريا الفنجر وعلى شنو عاملها وشنو امشيهم؟ شو تقولون؟ نعم يعني تحتاج يجي على مود تنشر تقص البلد كله وتنزل خاصه بالاير اللي سميتها صغيره. شلون؟ كلتشر تمام؟ سوي سواب من التنشر او من البلد، سوي له كلتشر بوزيتيف بكتيريا نيجاتيف فانجر. الافضل من هذا كله عامله ميكسد. اذا صارت الكلتشر طويل لها ثلاث ايام وهذا يبقى بدون تريتمنت، احنا نريد تريتمنت ايرلي ما نريدها تتطور. فعامله كانه ميكسد، وانت توبيكال انتي بكتيريال توبيكال انتي فانجر. تريتمنت هذا انا تريتمنت حطيته بالاخير، موضوع الفانجر هو بالكتاب حاطه بالاخير والكتب حاطه بالبدايه. كل نوع احنا خلينا نعطي اول شيء كل الفيتشرز، بعدين نروح للتريتمنت لان هي واحد حسب السيفيريتي. ما عدا هذا حطيت التريتمنت مالته وراه، ليش؟ لان بي مالتي ستيب. هسه الستيب الاولى لازم نعطي انتي فانجر للفانجر انفكشن مالتنا وانتهى. لا، انت اول خطوه بالتريتمنت مالت الفانجر انفكشن يرموف ذا كوز. زين تقدر توخر الكوز؟ هو دنتر مالته وجه كله ذبل، شلون ياكل شلون يشرب؟ يعني الدنتر غصبا عليك موجود. شو اسوي هنا بهالحاله؟ لازم اكو ستيبات. اول شيء تعطيه انتي فانجر، هذا واحد بسرعه نشوفه بالفانجر تريتمنت. الخطوه الثانيه تتاكد انه الدنتر مالته هذا كلين لو مو كلين. مرات بيبوروسيتيز، مرات يكون شار، فيحتاج ريلايننج او ريبيسنج. هاي الاولى. النقطه الثانيه ما تخليه لبسك طول اليوم، لازم ات نايت ريليف. بعد تعامل الدنتر كانه بلت لان هي ما انه لبسه هو، فانتقل الفنجر انفكشن من البلت للدنتر مالته. فلازم تخليه بانتي فنجر ديلي يوميا ثلاث مرات اربع مرات حاله حال التريتمنت اللي ياخذها. بعد بالليل يخلي بكلوركسيدين انتي سيبتك حتى اضمن انه ما يصير انفكتد. هذه الستيبس التريتمنت مالته ويا من ويا تريتمنت اللي راح ناخذها هسه انتي فانجر، سواء كان سيستميك الطيتن او انطيته توبيكال وتسوي له فولو اب الى حد ما يصير ريليف. كلها سبتم تروح. انجلوتيلايتس هذا التايب الرابع من الريد اري. انجلوتيلايتس من اسمه انجلر يعني بالكمشر اوف ماوث بالكورنر اري. اكثر مكان تشلب بيه الهيبي مالت الفانجر انفكشن هو هذا. شو وقيت؟ يحتاج الريسبوزنج فاكتور اللي هي اتوبي حساسيه فيتامين بي 12 ديفيشنسي ايرون ديفيشنسي ولوز اوف فيرتيكال دايمنشن اللي هو الموست كمان كوز. منو راح يجيك دول اللي عندهم لوز بالتيث؟ انتي تيث ما عندهم
وطابق هذا ما تفتح عند الكورنا حتى نفتح حاجة ما عنده أسنان أو نسوي دنتر أنت والفيرتيكال دايمنشن لوز أصغر من النورمال هم كذلك تبقى هاي الكورنر مسدودة ما تفتح فمن بقت مسدودة إيش راح يصير ستاغنيشن مال بكتر أند فود وصل عروة الإنفكشن يسموه أنجيوتيلايتس هنا هم نفس الشيء هم لقوا إنه هنا عندنا دول إنفكشن بكتيريا وفنجل لأن نفس المكان هو اللي عرضة للفنجل إنفكشن عرضة للبكتيريا النثنيات الموجودات إحنا الستيتس اللي حولت لورال كافيتي من بيئة جيدة إلى بيئة سيئة هو نفسه فمو فقط باكر أورجانزم الفنجل تحول إلى باثولوجيك حتى البكتيريا صار باثولوجيك بس البكتيريا يحتاج لها فيلد لازم أكثر مهيئ من الفنجل الفنجل أسرع البكتيريا أبطأ فش تحتاج تحتاج سايت مال أديجين عالي وين هذا أما بالدنشر أو بالأنجل مالت الموف هذا يصير عندك ريدنس شوف المنطقة ريد وكراكينج مرات تصير بيها ميكوكوتينس كانديداسيس آخر موضوع بالكانديدا إنفكشن هنا راح نخرج من الأورال نطب السيستم كل اللي شرحناه هنا أورال ما اتطرقنا إلى جي آي تي ولا اتطرقنا إلى لاند ولا اتطرقنا إلى رسبيراتوري ولا اتطرقنا إلى غير ساعات هنا ميكسد عندي سيستميك إفكت وعندي أورال إفكت الأورال مرضنا موجود لكن وياها سيستميك إفكت راح نشوف سموه كرونيك ميكوكوتينس كانديداسيس ميكوكوتينس يعني عندي أورال وسكن أو أورال وأذر بارت احنا عندنا سكمان عادة أورال وجي آي تي ليش؟ يبلع فيطب للجي آي تي فلذلك البوردر أو البورت واحد مالتنا أورال انفولفمنت أند سيستم ميكوكوتينس ديزيز associated with immune ليش؟ ذول اثنيناتهم إذا ماكو immune status يسوي تريجر للديزيز حتى يظهر ما راح يطلع لك لأنه هو systemic فلازم عندي systemic immune depress مو بس oral depress يعني oral cavity هي سبب للoral fungal infection هذا systemic لازم كل immune system depress فسرح نشوفه يظهر ويا systemic conditions يعني البيشنت مو healthy لازم البيشنت disease Recurrent persistent infection affected nerve, skin, oral, genital mucosa. Then السايتات اللي ممكن يظهر بيها واللي ممكن نشوفها نقارن. The body site, face or skull, the most common site. B. وبالنسبة للأورال 90% associated with oral cavity tongue. زين شكله بالتانج شلون؟ كيف؟ مرة بلاك سيدون برينوس. مرة ثميتس مرة انجلتلايتس مرة بلت مرة تانج يعني شكله بالتانج ممكن اي نوع نشرحناه ماكو عندنا رول ثابتة انه فقط سيدون برينوس او فقط ارثميتس مختلف حسب السايت وحسب الانفكشن سيستم كونديشن هذه مهمة شنو الحالات اللي تظهر ويا هذا الديزيز اول نوع الاندوكراين اديسون هايبر باراثايرويدزم ذن الحالتين يسوون ديكريز بالميون سيستم ديكريز بالهرمونال تشينجز او هرمونال تشينجز اللي عندنا فبريدسبوزن فاكتور حتى يظهر عندي هذا الفنجر بعد هنا انترليوكين 17 ديكريز او لوز لاحظوا انه هذا النوع من الانترليوكينات المسؤول عن الديفنس ضد الفنجر انفكشن بالاورال وبالسيستميك فديكريز بهذا الليفل مالته راح يسوي لي زيادة بالفنجل انفكشن الثالثة impaired phagocytic function of neutrophil أي ديزيز ممكن يسوي لي ديكريز بالفنكشن أو بالنمبر ما نيوتروفيل راح يظهر عندي فنجل انفكشن يعني لوكيميا لنفوما غيرها غيرها أي مشكلة سواء كان لوكال كان سيستميك بتعقب بالبولمرا وبتعقب بالبيرفرا ديكريز بالوايت بي سي راح يزيد عندي فنجل انفكشن سيستميكلي هذا تانج وهذا النيرف Diagnosis and laboratory investigations هسه ذني كلهن مجموعهن سواء كان بالسيستميك سواء كان بالأورال شلون اصل الدايجنوسيس النهائي اعطيتكم اول خط من الدايجنوسيس بالفنجر قلنا اوبينج هاي بالثراش زي مثل اثرميتس وذاك من الكابر بلاستيك ما راحت
فترة طويلة، لازم نحتاج إلى way of diagnosis. دائما تنتبه، نطلب منك diagnosis مو فقط على لابراتوري تروح عينك تكتب لابراتوري investigation، لا أكو clinical. يعني ليش صرفنا clinical صار لنا ساعة وصدع عرضنا؟ غير أكو clinical feature تشبتها على أساسها أنت صار عندك وصف أو indication للديزيز راح تعامل وياه. معقول أنت ما شفت الديزيز أصلاً راح تدز investigation؟ فانتبه بالامتحان بالمكان بأي شيء راح تشوفه أنت بأي كيس راح يمر عليك بأي patient. الكلينيكال هو نص الدياجنوسيس، فمن أطلب من عندك الدياجنوسيس تكتب الكلينيكال فيتشر شبته عنده 1 2 3 4 كلينيكالي، هذا راح يروح ويا فلان ديزيز. بما أنه هذا الفيتشر اللي عنده أتوقع عني أنه عنده فلان ديزيز تكتب له لابراتوري انفستيجيشن. فالدياجنوسيس هنا بي نص كلينيكال وبي نص لابراتوري. شنو اللابراتوري انفستيجيشن يحتاجها بالفنجر انفكشن؟ احنا كان الكلينيكال ترى واضح جدا، واغلبنا هسه واغلبكم انتم راح تشوفوا انه الدايجنوز ما تعتمد على الكلينيكال اكثر مما يعتمد على اللابراتوري. لكن كونفورميشن، شو وقت كونفورميشن؟ من التي بين ليوكوبليكي بين فنجل، هنا صار الموضوع سيريس. بين كارسينوما وبين فنجل فرق واسع وشاسع، هاي ديث وهاي نورمال تريتمنت، واحتمال حتى التريتمنت ما يحتاج لها فقط فولو اب. فهنا نحتاج كونفورميشن حتى اتاكد. شنو عند النقاط اللي اشوفها؟ هواي عندي طرق، اما سمير اما سواب اما سلايفا كولكشن كاونتنج اسوي. لاحظوا انه مثلا سلايفا وحده من الطرق اللي يستخدمها بالدياجنوسيس. النورمال سلايفا هسه مالتنا احنا اللي احنا نورمال هيلثي ما عندنا فنجل انفكشن، اكو عندنا بالسلايفا فنجل كاونتنج ايش قد؟ 500 سي اف يو كولوني فورمنج يونت، 500 وحده بالمل الواحد. لكن بالفنجل انفكشن ايش قد ازداد؟ اكثر من 10,000. فبنسوي كاونتنج، تاخذ سلايفا تجمعها وتسال المختبر تقول له احسب لي ايش قد عندي فنجل انفكشن بهذا بالمل الواحد. فوق الالف يعني انفكتد، جواها ممكن جوا 500 نورمال. فشنو الطرق اللي استخدمها او التيست اللي ممكن اسويها حتى اسوي كونفورميشن للفيتشر اللي شفتها؟ اما تاخذ سمير سايتولوجي، وهذا اسهل شيء، موجودات تيوب مال السايتولوجي موجودات بالمختبر، مسحه من السايت وتدز هي تسوي له كالتشر وتدز لك اياها. او تاخذ سواب، سواب يعني تاخذ ابيثيليوم وياه، تجي فرشة مثل مكناسن تاخذ البقايا مالت الابيثيليوم وتاخذ وياها فنجر. كالتشر السلايفا تجمع سلايفا كولكشن وتسوي له كاونتنج انت. او بايوبسي، شو وقت بايوبسي احتاج؟ بالكرونيك هايبربلاستيك، هذه ما تنشال منها الفنجر انفكشن، ما اقدر اشيلها وهي كرونيك، فاحنا نحتاج بايوبسي. بي هيماتولوجي، هذه مو من ضمن الدياجنوستيك، هذه من ضمن الرول اوت حتى تعرف الكوز اذا كان الكوز انيميك او اميولوجيكال تيست مال اندوكراين حتى تعرف الكوز، بس هي من ضمن الدياجنوستيك. يعني كرونيك هايبربلاستيك وانا عرفت وسويت بايوبسي وجاني قال لي هذا فنجل انفكشن، هسه بدي اعرف وين المشكله، لازم تسوي سي بي سي، لازم تسوي اندوكراين سيستم حتى تشوف انه وين المشكله عندك، لان اذا ما اخرت الكوز هذا الليتمنت ما راح يفيدك، تطيع علاج تختفي شهر شهرين ثلاثه ويرجع لك نفس الوضعيه. اول نقطه بالتريتمنت لازم تسوي ريليف للكوز. هذا الشارت يوضح لك السنسيتيفيتي مال كل تايب اخذناه للنوع. يعني مثلا هذا البي سي اللي هو سيدون بريرس كانيدياسيس ثراش بوزيتيف للسمير، يعني اخذت سمير دايجنوستيك يجيك دايجنوسيس. لكن السواب لا، بي بوزيتيف ونيجاتيف، مرات يلف ومرات بيلف. بالسلايفا بوزيتيف، بالبايوبسي نيجاتيف. يعني اذا جيت اخذت شويه من التانك ودزيته شو يطلع لك؟ نيجاتيف. ليش؟ لانه سوبرفيشال ما كونفيتنج. أبو البايوبسي راح يفحصل السلاح، يفحصل السيلز، يلقى داخل هو ميت، بس بينما الكرونيك هايبربلاستيك هذا بوزيتيف. فهذا يعطيك يا هي بوزيتيف يا هي نيجاتيف، يا هي ممكن بينه بينه ممكن تظهر لك اي تظهر لك لا. هذا بالنسبه للابراتوري انفستيجيشن. نجي لاخر خط بعد ما انت اخذت الكلينيكال فيتشر سويت الانفستيجيشن، نجي للتريتمنت اللي يبحث عنه كل البيشنت واتهم لازم تنطيه للبيشنت. التريتمنت تقسم الى قسمين، توبيكال سيستميك.
حسب شنو راح تعطي؟ حسب السيفيريتي مالت الكيسز. هل الكيسز هي ثراش سوبرفيشال فقط توبيكال يكفي، او الكيس ادفانس كرونيك نا راح نحول الى سيستميك. بعد ريثميتوس مرات ما يروح بالسوبرفيش بالتوبيكال، لازم سيستميك. الكيسات اللي هي سوبرفيشال ثراش وغيرها الوايد مينلي توبيكال، الا اذا ما راحت حطيت علاج وبقد بعد هاي الفترات. تسمي كل واحد حاطين قدامه فترة ايش قد راح تستخدمها، استخدمتها لهاي الفترة وما راحت، انا تحاول لا اسوي سويتشينج للسيستميك. بس الكيسات اللي هي انفيسيف رأس السيستميك. نوعين عندنا من التريتمنت، عندنا بولين وازول. نوعين عندنا العلاجات، فاميلي اسمها بولين اللي هي هذه نستاتين ولانفوتريسين. سامعين بيهم؟ لو ما سامعين بيهم هذا يسموه بولين، اللي هو نعتبره احنا الفيرست ايد اول لاين، واللي هو اللاين الضعيف يعني نستخدمه للويش انفكشن ماير تو مودريت. وعندنا الازول اللي هن ذني ديفلوكان، لوكانازول، تراكانازول، كيتوكانازول، ماكانازول، ذني كلهم يسمون ازول، اللي اغلب الاحيان يجي سيستميك ما يجي عندنا توبيكال. بالنسبه للتوبيكال تبلش هذا النستاتين اللي هو كمان موجود عندنا، ايش قد الدوز مالته؟ ماكو واحد في عندنا هاي نستاتين دروبس او كريم ما حد مستخدمه؟ يلا تاكدوا معنا شوفوا. نستاتين يجي على شكل دروب ويجي على شكل كريم بالحالتين توبيكال. اللي يفيدنا اغلب الاحيان يفيدنا دروبس او سوليوشن. ليش؟ يغطي لك لارج اريا. ايش قد تسوي؟ 5 مل 10 مل حسب المكان. يعني مثلا اذا جاك مكانين تانجو بلت ما يفيدني كريم، ما يقدر يغطي كل البيشنت، فانطي سوليوشن خليه بحلقه يتمضمض بيه عدين وذبل حتى يغطي اكبر مكان. هذا ايش قد الترديات مالته وايش قد الدوز مالته؟ اللي يبقى 4 مرات باليوم مده 7 ايام ويستمر لمدة أسبوع بعد الهيلينج، وهذا جدا مهم. هنا التريتمنت مالتنا يختلف عن الفنجل والفيرال. كل التريتمنت اللي راح نشوفه تستخدمه لحد ما الأعراض راحت توقف، هذا لا مينتنس بي. ليش؟ ممكن موجودة بس عددها قليل هذه الفنجل انفكشن ما تظهر عندك لون، فأنت الأعراض راحت اللون راح بس عدد الهيفي موجوده، مجرد انك قطعت التريتمنت رجعت. فاحتاج مينتننس، اعطي دوز اطول حتى اضمن انه 100% صار عندي ريزولت. فتقول الابلكيشن 4 مرات 7 ايام باليوم وتستمر زقيد 1 ويك ورا اختفاء الاعراض. هذا بالنسبه للنستاتين. انفوتريسين ما موجود، فقط سيستمك عندنا الاعراض ما عندنا التوبيكال. يجي هم على شكل سوليوشن او كشكل لوزنجيز قبل كان تنحل، يعني خليها بحلقة مثل حامض حلوية تنحل ويتمضمض به. واكو سوليوشن هم كذلك، ان انا الدوز مالتنا افتر فود روتين فور ليجن 4 تايمز ديلي فور 2 ويكس اسبوعين، لكن هذا تريتمنت ماكو حاليا فقط سيستميك. هذا بالنسبه للبولينج. نجي للسيستميك، احتاجت انت سيستميك تحول الازول. موجودات هذا الفلوكانازول اتراكانازول كل الموجودات بس باختلاف الشركات والدوزات. هذا الفلوكانازول هو الموست كومن، موست كومن بوتنت بوبيلر اقوى واحد بيهن وموجود عندنا هواي. شكل الدوز مالته من 50 الى 100، يعني مو 50 و100، بي 50 و150 و100 وبي حتى 300 سجدي. شكل تعطي هذا وانس ديلي مرة واحدة باليوم أسبوع إلى أسبوعين. طبعا التريتمنت هنا يختلف عن التريتمنت عند جماعة الـ UTI وجماعة الـ Genital. ليش؟ لو تروح جماعة النسائية يقول لك منين جايب هذا الدوز دكتور؟ وين أكو 2 weeks؟ إيش قد يعطوهم؟ Once weekly مرة واحدة بالأسبوع لمدة 3 أسابيع. 3 حبايات بس. ما له علاقة، هذا الدوز مالتنا يختلف.
لأن infection site والbehavior مختلف genital عن oral. Oral conventional dose أكثر من genital. فالدوز مالتك تستمر لمدة 2 weeks وتوقفه. بي post lesion لا 2 weeks ويوقف. لأن عادة ما يطول 2 weeks هو أقوى من أنه يقاوم هيجي يعني infection. أسبوع واحد بيروح تعطي الأسبوع الثاني. أو الإتراكنازول 100 ملي جرام كبسول كذلك موجود. After meal 2 weeks. هنا ما عندنا maintenance فقط بالtopical maintenance. بالسيستمك لا هو تستمر اسبوعين توقفه ما فارد غير النوعين ليش هذا الفانجر انفكشن القدره انه يسوي ريزيستنت لهذه التايبس فممكن عنده ريزيستنت للفلوكانازول لكن ما عنده ريزيستنت للفلوكانازول فبدل اسوي سويتشنج شفت اسبوع واحد ما راحت الاعراض نفسها ولا خفت بدله كيتوكانازول 200 ملغ الى 400 دوز مالته ماكسيمم 400 هم once or twice daily for 2 weeks هسه هاي مرة تقول لك once twice أو حاط لك فترة من يحددها أنت حسب ال distribution مالتك مالت التزييز والانفيزا شو قد ممتد شو قد مغطي راح تكفي دوز ولا مرات أنا إذا أشوف الكيس مثل هذا ال dangerous stomatitis severe ما أبلش وياه الكريمنت بالعكس أنطي على دوز وانزل أنطي 400 ملغ من البداية بعدين ايش اسوي اقلل ليش هذا مو مثل انتبايتك بيرستنت عالي رستنت مالته قليل يعني ممكن تبلش انت 400 ملي جرام ديلي 3 ايام وبعدين اسوي قلل اسوي 200 وكمل ما يضر هذا بالنسبه للازولز اكو توبيكال بي اللي هو الماكونازول بي جل وبي كريم ثلاث الموجات عندنا حتى شركات نفسها شركة جانسون اللي هي أصلية يعني شركة الأم البراند اللي صنعت هذا النوع بالميكانازول وبالأورال جل طبعا كنت انتبه من تشتري الدكتارين نفسه أكو جينيتال نفسه كأورال فأقرأ جينيتال لأورال مكتوب عليه نانا هم كذلك apply to affect the area 3-4 times per day وهم بي في الأرض يعني قلت 3 مرات أو 4 مرات من يوم خلى على المكان هذا تقول لما تختفي الاعراض تستمر اسبوع ما توقفها الا حد ما تاكد انه ما عندك ريكرنس ريت كذلك الجل بس الجل هنا راح يكون اقل توايس ا داي كونتينيو 14 تو 14 دايز افتر ليشن هيل فكل حالات نختصر الموضوع كليته التوبيكال لازم عندك مينتنس بعده اسبوع ل 10 ايام والسيستميك دوز لازم تلتزم بهاي الدوزات حسب النوع اللي عندك اكو سويتشنج اي فراش استخدمت لهذا الجرم ما راح سوي سويتشنج للسيستمك كل الحالات اوفر اول هذا التريتمنت راح يكون بسيط جدا يعني هذا النوع من الانفكشن مو معقد ولا عليه يحتاج لانفيزر دوز لذلك هسه نشوف احنا كل ذن الدوزات ما استعرضنا انجكشن تاب او توبيكال انجكشن ماكو بي انجكشن اي بي هذا فيال بي كيتوكنازول والانفوتريسين بي فيال بس ما يستخدموا الاورا يستخدموا وين لانج انفكشن فانجل انفكشن هذا نفسه اذا كان هذا البيشنت محظوظ جدا متقلب من ركابته لللانج يسوي ديث سو فايبروسس باللانج تشوف يطوف فيال لانه لازم لايف سيفنج ما يفيد التاب الا فالفنجر انفكشن نورال كافيتي هذا تبقى في بعض الكيسات او تسمعون بيها يقول لك مثلا هذه الليكويد يتمضمض بيه وبالعاد اكو شيء قناعات صحيحه مو غلط بس ايش وقت اذا تاكدت انه عنده جي اي تي انفكشن يعني فنجر انفكشن نفسه نورال كافيتي بالجي اي تي وهذا موضوع مختلف نسه هو راح يسيلوك البيشنت بيش تعرف احسن من عندنا الدكتور ابلعه لو ادب اذا عنده جي اي تي ابسيت او جي اي تي بروبلم وتوصف لك اياها وانت فاميليار تعرف لازم وما تعرف مو متميز انه احتمال عنده جاستريك ابسيت جاستريك ارسر ماكو فايده انه يبلع فعادي حتى الدوز يشتغل اورال ليش استمر لي يروح للجي اي تي هم كذلك يشتغل بي واذا بس اورال لا يتمضمض بي ويذب
هذا دائما عندنا كفد حلقه مفقوده بالليكويد. هذا الليكويد مو بس تقول له مضمض بي، لا لازم بقيه بحلقه فتره اللي هي اشكال من مار 3 مينتس، يخليه على مكان اللي يجي مسد حلقه. المضمضه ما تلحق، ايش قد يصير هاي المضمضه يعني 20 ثانيه 30 ثانيه، ايش قد راح يصير ابزوربشن توبيكال، فيخليه على المكان ويعوفه مسدود حلقه لحد فالعلاقة على 3 مينتس، بعدين تمضمض بيه ويبدأ. حتى تضمن اكثر كميه من الابزوربشن او تستخدم كريمات ثاني الموجودات حتى يصير اتشمنت عالي، يعني حتى تضمن انه تريتمنت يكون فتره اطول كونتاكت ويا الليجن. مو بس بالفنكل، اي توبيكال ليكويد لازم يبقى فتره كونتاكت ويا الليجن. ماكو فايده تقول له تمضمض على السريع وتب، هو البيشن مالك انت ليش ما يفرج؟ تقول له تمضمض 3 ثواني ما يطول، فلازم تبقيه فد على الاقل 2 مينتس 3 مينتس، وبعدين يقول له سبت. لهنا انتهى موضوعنا الفنجل انفكشن. سؤال اكو؟ موضوع سهل بسيط بس في تفاصيل وايد، والتريتمنت مالتنا طبعا هذا التريتمنت انا كتبته هنا بهذا الهيد لاين.